السلام عليكم، يسعد اوقاتكم وصباح الخير جميعا للاصدقاء ومتابعي قناه برا سبورت. برحب فيكم من جديد بفيديو جديد. ان شاء الله من اليوم بدنا نرجع نشاطنا على القناه برفع الفيديوهات والاخبار مثل ما تعودنا دائما. بفيديو اليوم فيديو سريع مختصر، شويه كلام عن مدرب منتخبنا السوري تيتا، ايضا موضوع المباريات الهامه مساء اليوم ببطوله كاس العرب. دائما بتمنى منكم تسمعوا هذا الفيديو للاخير، واكيد تشاركونا برايكم تعليقاتكم اسفل هذا الفيديو ضمن قسم التعليقات. بدايه بالامس عم يكون في عنا استكمال لمباريات الدوري السوري الممتاز، حط لي كلمه ممتاز بين قوسين، وانتهاء المنافسات لهي الجوله بانتصارات عده فرق، وغالبا جميع الجماهير بتعرف نتائج الدوري يلي كانت ليوم الامس. هلا المهم انه كان في عنا متابعه للمدرب الروماني تيتا من خلال تواجده بأرضية الملعب أو تواجده بالمدرجات لمتابعة مباراة 21 ضمن منافسات دوري السوري الممتاز، ورجع حط لي كلمة ممتاز بين قوسين. هالصورة كتير نالت إعجاب مشجعين ومتابعي الدوري السوري متابعين منتخب، إنه موضوع مدرب المنتخب الأول أو مدرب فريق الرجال عم يتواجد ليتابع مباريات الدوري. هذا الشيء على عكس المدرب السابق لمنتخبنا التونسي نبيل معلود اللي كان دائما يتحجج انه هو ما هو متواجد بسوريا وما عم يستطيع متابعه اللاعبين المحليين، ودائما في قاعده بكره القدم بتقول لك اذا انت كان في عندك دوري قوي لازم يكون في عندك منتخب قوي بضم لاعبين محليين بمستوى عالي، وايضا اللاعبين المحليين ممكن يحترفوا بالخارج. هاي النقطه الاولى خلصنا منها. النقطه الثانيه، عم نتابع وعم نشاهد من خلال الاخبار اللي عم تتسارع ب 48 ساعة أو 72 ساعة الماضي عن وجود مفاوضات بين المدرب الروماني تيتا وأيضا اللجنة المؤقتة أو اتحاد كرة القدم الحالي بين قوسين، هي حاليا لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور الاتحاد العربي السوري لكرة القدم بعد استقالة الاتحاد السابق، عن موضوع المفاوضات والتعاقد مع المدرب الروماني، مدة العقد، أيضا موضوع أنه ممكن يكون في عنا تعيين للجهاز الفني والإداري. أكيد سمعنا الأخبار عن وجود المدرب غسان معطوك وأيضا المدرب عمار ريحاوي متواجدين بالكادر الفني والإداري للمنتخب الأول، وعلى ما يبدو المدرب الروماني على طاولته على الورق في عنده خطة لتيسير أمور المنتخب السوري خلال الفترة القادمة مع استكمال مباريات تصفيات كأس العالم الشهر القادم أي العام القادم. على العموم نحن متفائلين اكيد بتواجد المدرب الروماني تيتا بسوريا بمتابعته مباريات الدوري السوري الممتاز لثالث مره حطه بين قوسين. اكيد هذا الشيء جدا ايجابي، هو عم يتابع مستوى اللاعبين والمدربين ومستوى الدوري تحت انظاره وتحت متابعته. النقطه الهامه، اكيد نحن بنتمنى الاستقرار من الناحيه الفنيه والاداريه للمنتخب الاول من ناحيه تعيين الجهاز الفني والاداري، اضافه لموضوع الاستقرار بالنسبة لموضوع اللاعبين اللي هو ممكن يستدعيهم للمباريات القادمة، وننتهي من هاي القصة من هذا الموضوع يلي دائما بيتكرر عنا كل ما تواجد عنا مدرب بالنسبة لموضوع اللاعبين المحترفين او اللاعبين المغتربين، ايضا اللاعبين الدوري المحلي. نحن دائما مع الافضل مع اي لاعب ممكن يقدم اي افادة بأرضية الملعب للمنتخب السوري الاول، خصيصا نحن قادمين على مباريات هامة بموضوع تصفيات كأس العالم إمارات والعراق ولبنان وأيضا منتخب كوري الجنوبي. كان في عنا تصريح جميل للمدرب الروماني تيتا إنه نحن في حال الفوز على منتخب الإمارات نحن أيضا قادرين على الفوز على المنتخب الكوري الجنوبي. هذا الشيء بيدلك إنه المدرب عرفان وضع وحال الكرة السورية، الحالة المعنوية والنفسية للاعبين كيف تكون، وإن شاء الله يستطيع المدرب يستثمر الروح المعنوية العالية لدى اللاعبين المنتخب السوري اللي بتميزوا هني بالقتالية بأرضية الملعب. هذا الشيء نحن أكيد شاهدناه وتابعناه بمباراة تونس، إنه الروح والقتالية هي اللي كانت أعلى من مستوى اللاعبين بأرضية الملعب، واللي هي فعليا خليتهم قدموا مستوى عالي بأرضية الملعب. فالعمل والعمل والعمل على موضوع الروح والقتالية للاعبين كثير هام بالنسبة لاستكمال مباريات تصفيات كأس العالم الشهر القادم أمام الإمارات. والظاهر اللي احنا عم نشاهده ان المدرب الروماني ان شاء الله عنده رغبة، اكيد اي مدرب يكون في عنده رغبة انه يوضع بصمة او يخلي مستوى الفريق افضل بجميع المنافسات. ونتمنى نحن من المدرب الروماني ما بدنا نشبع او ما بدنا نسمع تصريحات فقط
خلال لقاءات أو خلال مؤتمر صحفي أو خلال المؤتمرات. لا، نحن كجماهير متابعين بدنا شغل على الأرض، بدنا نتائج وبدنا مستوى، وأكيد الأهم هي عودة الروح القتالية وعودة الروح للاعبين ما يخافوا وينزلوا على أرضية الملعب. نتمنى كل التوفيق إن شاء الله للمدرب الروماني تيتا بقيادته للمنتخب السوري الأول خلال الفترة القادمة، هي لفترة كتير صعبة وحساسة برأيي، هي مصيرية لموضوع منتخب السوري الأول، موضوع التصفيات والتجهيز والتحضير لبطولة كأس آسيا 2023، وبين قوسين أيضا بعد الخسارات أو فينا نقول الفشل اللي عم يكون بالنتائج السلبية وبالأداء لأغلب المنتخبات السورية لكرة القدم، لرياضة كرة القدم بمختلف الفئات العمرية. مساء اليوم عم يستكمل عنا دور النصف النهائي من البطولة الأروع والأمتع عربيا على الإطلاق، بطولة كأس العرب مونديال العرب قطر 2021 بقطر. تونس ومصر الساعة 5 مساء بتوقيت دمشق، 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7 بتوقيت دولة الإمارات. قطر والجزائر الساعة 9 بتوقيت دمشق، 10 بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت الإمارات. طبعا مباريات ممتعة وهامة جدا على مستوى الكرة العربية، وأكيد وأكيد تابعنا النقل النوعي اللي عم تكون بمستوى هيك مباريات، بمستوى النقل التلفزيوني، على مستوى اللاعبين. طبعا بين قوسين هدول اللاعبين منتخبات، فينا نقول المنتخبات الرديفة اللي هي ما بتضم باقي اللاعبين المحترفين بباقي البلدان العالمية. مباراة هامة للمنتخب التونسي المصري، طبعا منتخبين من قارة افريقيا متعودين على بعض، يواجهوا بعض من نفس القارة من نفس الرتم والمستوى، لا شك بهذا الكلام. اما اللقاء الاقوى والاميز فينا نقول برأيي هو لقاء المنتخب القطري والجزائري. منتخب قطر بطل قارة آسيا عام 2019 من اقوى المنتخبات حاليا، ما فينا ننكر هذا الشيء، هو والمنتخب السعودي عربيا بقارة آسيا عم يواجه اقوى المنتخبات والمرشحين الابرز للفوز او للتتويج ببطولة كأس العرب لهذا العام. المنتخب الجزائري المنتخب الممتع جدا بهاللاعبين بهالاسماء الشبان المتواجدين تحت قميص المنتخب الجزائري. مباريات يعني مهمة، وانا بنصح اي شخص بتابع كرة القدم بتابع المباريات لا يروح الشغف اللي بده يكون موجود بالاثارة بالمباريات لمساء اليوم. تونس ومصر وايضا قطر والجزائر، بتمنى منكم يا اصدقاء ويا اعزاء شاركونا رايكم وتوقعاتكم لنتيجة هاي المباريات، مين ممكن يحسم موضوع التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس العرب؟ هل انتم بتأيدوا موضوع إقامة بطولة كأس العرب كل عامين مثلا على مستوى الكرة العربية بعيدا عن موضوع تنظيم بطولة كأس العالم؟ لأن أكيد موضوع تنظيم بطولة كأس العالم حتى ننتظر دولة عربية تانية تستضيف مونديال العالمي ويكون في عنا تنظيم بطولة كأس العرب، فبتوقع هذا الشيء صعب جدا على مستوى أو على تنظيم بطولة كأس العالم، ننتظر أحد الدول العربية تستضيف هاي البطولة يعني. بس نحن أكيد بدنا يكون في عنا تنظيم مثل ما كان حاليا تنظيم منتخب أو دولة قطر لهيك بطولة، يكون عنا تنظيم لسه أحسن وأفضل من هذا التنظيم. أكيد ما شفنا وتابعنا تنظيم منظم مثل تنظيم دولة قطر لبطولة كأس العرب لهذا العام. أكيد شاركونا رأيكم حول موضوع المدرب الروماني تيتا. هلا السلام عليكم.